نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ادعاء بعض الشركات التعاقد مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراضي زراعية واستصلاح للبيع. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت أن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة. وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أي عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الإستثمار عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية.